ايش ما عندي ما نعمل له فشلها البلاد، اعطيني توسي تنجم تقنعه تو، هات اعطيني توسي اقنعه قيس حياته كله بالحرام ما يمشي معاه حد. دي بالحرام اقسم بالله في التيك توك في الفيسبوك في المواقع الكل في الواقع تسمعوا جدي هذايا هو الواقع ما نبدوش نكتبوا ده زينة ده زينة ده زينة كي هاكل كي هاكل العمليات انت عندك لا غالب راجل ما يعرفش في الدولة ما يعرف لا في السياسة لا يعرف حد شيء هذاك مستواه العلمي وهذاك مستواه هذاك هو هذاك هو مشينا على ني هذاك هو ما هو هذاك تلك حدود الله يا رسول الله في تليفون ما يشدوش تليفون ما يعرفوش الواحد ما يعرف حد شيء ما عنده شيخ ما هذاك هو هذاك مستوى هذاك مخ واش عطاه شي بنيت انت تاتي فسقيه ما بنيتهاش ورده ما عملتهاش باش مش نقرا وانا التونسي باش يصوت لك باش مش نقرا التونسي باش يصوت لك يقول لك فاشل بشير القيس سعيد جوعني اش باش نعمل له انا اش باش باش يقول له تركه تركه المنظومه اش من تركه يقول لك قيس سعيد خمس سنين يقول لي تركه تيش من تركه وش هو قيس سعيد فاش يعمل تحي انت راكي رئيس ربعتني راك تراك انت تجي في باي موضوع من وراء تدفق الافارقه امي وراء تدفق الافارقه خمس سنين مشات حرام بحرام في تونس خمس سنين اكثر من 60 قرض جايبوا من دول المجر وكذا عمل لي اتفاقيه معناها هز كمال فقي باعها البلاد الميلوني وكذا مشاو يتفاوضوا كذا لا ناس عرفت ولا عرف كيفاش يقنع ولا هز شكون يتفاوض باعوها البلاد باعوها كل شيء بعد يكون يتحمل مسؤوليته هو مش صغير يتحمل مسؤوليه الكل ما انا واحد من الناس ربي معاه هو انتحر وحده مش احنا هو انتحر هو انتحر الشعب عنده حق الشعب باش يعاقبه بالصندوق الشعب راه ما يهمتوش المترشح الجاي ما يهمته قيس لا يهمته كان قيس قال لك كيما هكا ابليس ولا قيس سعيد ابليس ولا قيس سعيد راجل راجل عنده غرور وعنده نرجسيه الراجل الراجل مغلطين ومغلطين